لقد عجبت لهذا الذي يقدم برنامجا يسمى النادي الدولي. قدم احد الصيادين يوم السبت واجرى معه حديثا، وفي اثناء الحديث قال له: ماذا تحب ان تسمع؟ قال الرجل الصياد: احب ان اسمع شيئا من كتاب الله. فعجب الاستاذ سين سين او اس اس وقال: الا تسمع شيئا من الاغاني؟ قال له الصياد: لا. قال: اليس في بيتك احد يسمع اغاني؟ زوجتك، امك، ابوك؟ قال له الصياد: لا. قال: الا تسمع عن الموسيقار فلان وسيدة الغناء فلانة؟ قال له: لا، اريد ان اسمع شيئا من القرآن. ورفض الاستاذ سين سين. انا اقول هذا الكلام واعلم ان الاستاذ اس اس يمثل مركز قوة في الاعلام. رفض ان يسمعه شيئا من القرآن واسمعه اغنية للمطربة نجاة الصغيرة، جعلها الله صغيرة الى يوم القيامة. معاشر الاخوة الاعزاء، هكذا يكرهون القرآن. هكذا فعل بطل فيلم في الصف لازم نحب. في الصف لازم نحب، امتلأت البلد حبا وخرابا، امتلأت البلد حبا وفسادا. ارجعوا الى الله، اعلموا ان المستقيم هو اقرب صلة بين نقطتين. وبدلا من ان نقول ان الف يساوي باء وباء تساوي جيم، نقول باختصار ان الف تساوي جيم. لقد ملأ العجب نفسي وانا اقرأ لما يسمى في بلادنا بلجنة الاستماع. اتريد ايها المواطن ان يكون هناك حزب واحد ام حزبان؟ هذه نغمة جديدة تدور في القيطارة. وبعدما استمعت الى كثير من الاراء او قرأتها، رأيتنا ندور في حلقة مفرغة لا ندري اين طرفاها. لما اسمع واحدا من المتحدثين يعلي صوته لله ويقول ان حل مشاكلنا في تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله، ليس حل المشاكل في الحزب او الحزبين او الثلاثة، ان هذا كله عبارة عن اراء واقوال اشد تجويفا من الطبل الفارغ يشخشخ فيها الهواء كما يشخشخ في رؤوس التماثيل. ليس حل المشاكل في الحزب او الحزبين ما دامت القلوب غافلة عن ربها، بعيدة عن كتاب مولانا. ولست ادري لماذا هذا التفكير في امة بينها كتاب الله. كتاب الله، كتاب الله، كتاب يقول: الله نور، الله نور السماوات والارض. كتاب هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب يقول: ان النبي نور، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. كتاب يقول: ان القرآن نور، فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. امة ربها نور ونبيها نور وكتابها نور.
كيف ترضى لنفسها ان تعيش في ظلمات بعضها فوق بعض؟ وماذا يفعل الحزب؟ وماذا يفعل الحزبان اذا كنا في بعد عن الواحد الديان؟ كنت اود من المتحدثين ان اسمع صوتا ينادي بالرجوع الى تطبيق الكتاب العزيز، ويبدأ اولا بتغيير قانون العقوبات الذي يبيح الزنا، ولو كان الزنا مع الزوجة ما دام ذلك برضاها وليس في فراش الزوجية. أهذا قانون يحكم أمة إسلامية؟ كنا نريد أن نسمع صوتا من الذين ادعوا لأنفسهم القيادة والفكر، ويعلم الله أنه فكر شرقي أو غربي لا يمت إلى الإسلام بصلة. لو رجعنا إلى الله لحلت جميع مشاكلنا، واي عيب في الرجوع الى الاسلام؟ يا من تتحدثون فيما يسمى بلجنة الاستماع، خبروني بربكم اي عيب في الاسلام حتى تتبرؤوا من الاسلام؟ وكان عتبي شديدا على عميد كلية وصول الدين بفرع اسيوط، لما اراد ان يتكلم قال ليس هناك حزبان فقط شيوعي ورأس مالي، انما هناك حزب اخر هو الاشتراكية الاسلامية. وانا اقول له باعلى صوتي، ليس في الاسلام شيء يسمى الاشتراكية يا فضيلة الاستاذ. الاشتراكية مذهب اقتصادي وضعي وضعه لينين ومن قبله ماركس، تنزلت به الشياطين. اما الاسلام فهو تنزيل الله رب العالمين. الاسلام اشمل، الاسلام اقوى، الاسلام نظام الهي متكامل. لماذا تقحمون الاسلام في اشياء هو بريء منها؟ وقد اعلنت هذا في سنة 65، وقلت عن حرب اليمن اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقام احد اصحاب الفتوى الباطلة وقال ان حرب اليمن شرعية، لانها في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فقلت له اين الطائفتان المقتتلتان؟ فقال طائفة اليمن وطائفة السعودية. فقلت وما لنا بهذا وذاك؟ ان ثورة السلال ما هي الا نزعة داخلية، لماذا نتحمل نحن اعباءها امام الله ونقتل نصف مليون يمني يوحدون الله، ويقتل من جيشنا 50,000 يوحدون الله لحساب من كل هذا؟ قلت يومها اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وخرجت الفتاوى تريد تركيز الكراسي بمغناطيسية شديدة الجذب، وبحثت عن آية في كتاب الله. الله يعلم ان الآية بريئة مما قالوا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولكن افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وذهبنا الى اليمن 5 سنوات، وعدنا من اليمن بعد 5 سنوات، ووقف العندليب يغني للعائدين بالاحضان ويقول رحلة مصر جميلة، هل سفك الدماء وتخريب البيوت جميل يا عندليب؟ يا عندليب الخراب، يا معاشر السادة، ما دام هناك